أهلا بكم بالساعة الثانية من لم الشمل اليوم. معلمو ريف حلب يعلنون إضرابهم عن العمل في المدارس التابعة لمديرية التربية لليوم الثالث على التوالي. هذا الإضراب لم يلقى أي تحرك من قبل السلطات المحلية لتنفيذ مطالب المعلمين. نشاهد معا هذه المادة ونعود للنقاش. لم نلقى أي تفاعل من المسؤولين ولا أي دعوات للاجتماع للوصول لحل ينهي هذه المسألة التي تعصر قلوبنا حقيقة. نحن لا يعني نتمنى الاستمرار بالإضراب، ولكن تعنت القائمين على العمل وأصحاب القرار هم من يجبرنا على هذه الخطوات والتصعيد بها. أود أن أشير إلى أن الإضراب مستمر ونحن مستمرون في الإضراب حتى الاستجابة وحتى تحقيق المطالب. أما فيما يتعلق بردود أفعال الأهالي وأولياء أمور الطلاب فلله الحمد ليس لأننا نحن من نريد هذا، لكن باعتقادي لأنه مطلب حق. لاحظنا الكثير من خلال التواصل من الأهالي ومن الطلاب بحد ذاتهم وقوفهم إلى جانب مطالب المعلمين المحقة، ونحن من هذا المنبر ومن هذا المكان إن شاء الله عندما تتحقق المطالب التي طلبناها وحددناها سنقوم بإتمام العملية وتعويض النقص ما استطعنا، لأن الطلاب طلابنا والمدارس مدارسنا. الحق معهم وإحنا مع المعلمين، لأنه حقهم. المعلم يأخذ 700 ليرة، شو بتسوي له 700 ليرة في هالوقت هذا؟ ما يجيب له قنينتين زيت، يعني 100 ليرة ما يجيب له غدا. والمعلم هو الأساس بالبلد بكل مكان. دول العالم المعلم ياخذ رواتب آلاف الدولارات، دول الغرب والخليج. ليش طيب هنا المعلم ياخذ 700 ليرة؟ وعامل البلدية كمان، أضيف لك عامل البلدية زاد مظلوم. عامل البلدية ياخذ 400 500 ليرة من الصبح للمساء يكنس، وهذا يحكي عليه وهذا القطع عليه. المعلم وعامل البلديه مظلومين، هو كل البلد كل الشعب مظلوم، كل البلد مظلوم، لكن عامل البلديه والمعلم مظلوم. ما نحكي والله فوقي، ماني خايف من حدا. حول هذا الموضوع ينضم الينا عمر ليلى، مدرس في ريف حلب الشمالي في عزاز، اهلا بك. وايضا محمد نور مراسلنا في عزاز، اهلا بك محمد. هل ما زال الاضراب مستمرا محمد، وشو اهم مطالب المعلمين؟ نعم، مساء الخير لكم على جميع السادة المشاهدين. يعني بالفعل يعني الذي كنا نحذر به بتلفزيون سوريا سلطنا الضوء كثيرا مرارا وتكرارا على الواقع التعليمي في شمال غرب سوريا. صراحة ما كنا نحذر به الآن، ما كنا نحذر منه الآن نراه أمامنا فعليا. اليوم مدارس الباب، بزاعة، قباسين، هذه المدارس متوقفة الآن. علق المعلمون دوامهم لحتى يتفنى أو للقائمين على العملية التربوية تحقيق مطالبهم. أول هذه المطالب هي رفع أو زيادة رواتبهم. 700 ليرة شهريا لا تكفي صراحة المعلمين. وأيضا عدة مطالب أخرى ربما يتحدث عنها الأستاذ عمر، وكنا سوية في إعداد العديد من التقارير مع الأستاذ عمر تحديدا. يعني هنالك 30 ساعة مطالب المعلم بإعطائها أسبوعيا، وهو لا طاقة له صراحة، وهو يعني عدد كبير جدا، 30 ساعة أسبوعيا بحسب طبعا المعلمين. يعني عم يحملوهم جهد إضافي، يعني رغم أنه الرواتب منخفضة في عندهم حمل وجهد إضافي. أستاذ عمر، هذا الراتب أو خلينا مش راتب أساسا، هو بدل تطوع يمكن كما يسمى، هل هو مستمر أم غير مستمر أستاذ عمر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طبعا المعلمون بدأوا بالعمل التطوعي منذ بدء الثورة، عملوا متطوعين إلى أن جاءت بعض المنظمات وقدمت منح متفرقة للمعلم. الآن نحن في الشمال السوري المحرر، منذ 3 سنوات المدارس والمعلمون يتلقون منحة شهرية مقدمة عن طريق الأخوة الأتراك عبر المانحين الذين يقدمون منح أو يعني عطايا
للشعب السوري في كل أطيافه، ومنها قطاع التعليم يدعم من المنح المقدمة للشعب السوري. الآن نحن المعلم مشكلته الأساسية الآن في هذا الوقت ليس فقط أنه ضعف الراتب وقلته، عدم الاهتمام بالتعليم وتهميش قطاع التعليم في الشمال السوري بشكل عام. يعني لا مدارس، هناك بعض المدارس حتى الآن بعد سنوات طويلة لا زالت في الخيام، لا كتب، الآن نصف الكتب لا تطبع بحجج مختلفة من قبل الداعمين والمانحين. طالبنا اليوم نعم. من تلومون؟ من هو المسؤول المباشر عن هذا الموضوع؟ حاولنا التواصل مع الحكومة المؤقتة ووزارة التربية الحكومة المؤقتة، لم يستجب أحد للظهور معنا الآن على الهواء. أنا من وجهة نظري المسؤول المباشر من يشرف على العمل، هو جعل من نفسه مسؤولا من خلال إشرافه. الآن الدعم يقدم عن طريق التربية التركية، وزارة التربية التركية ومديرياتها المختلفة، يقدم هذا الدعم للتعليم في الشمال السوري. فمن واجب من يشرف أن يؤمن الدعم اللازم للعملية التعليمية في الشمال السوري المحرر بالكامل. هذه المطالب رفعها المعلم منذ اليوم الأول بأن المدارس الشمال المحرر هي مدارسنا، والطلاب هم طلابنا وأبناؤنا، من واجبنا أن نعلمهم ونعدهم للمستقبل. ولكن عدم الاهتمام بهذا القطاع وتهميش المعلم وقلة المنحة المقدمة له، الآن المنحة المقدمة تساوي 80 دولار في ظل ارتفاع الأسعار ونزوح وتهجير وبعد عن الديار للمعلمين وارتفاع سعر الصرف، كل هذه العقبات، وبالإضافة لذلك يأتي هذه المنحة قليلة بعد 3 سنوات من المطالبات، لم يستجب الطرف الآخر لزيادة المنحة المقدمة للمعلمين، فلم يكن أمام المعلم سوى الاحتجاج. من هو الطرف الآخر؟ لمن تعترضون أستاذ عمر؟ من هي الجهة التي تقدمون لها هذه الاعتراضات، تحاولون التواصل معها بشكل يعني مباشر؟ نحن مدارسنا في الشمال تتبع للمكاتب التعليمية الموجودة في المجالس المحلية. المجالس المحلية هي المسؤولة بشكل مباشر، فيها ارتباطات ولها ارتباطات مع الطرف التركي الداعم والمانح عن طريق التربية التركية الموجودة، سواء كانت تربية كلس أو تربية غازي عنتاب أو وهكذا. هؤلاء هم من يشرفون على إيصال الدعم للداخل السوري. طيب أستاذ عمر، قلت أن هذا الدعم لا يكفي وأن هذه المنحة لا تكفي المعلم سوى بضع أيام. طب المعلمون السوريون الموجودون في تلك المناطق كيف يتدبرون أمورهم؟ حدثنا شوي عن معيشتهم. بالحقيقة وضع صعب جدا. أغلب المعلمين، هذه أحد النتائج لقلة المنحة، أغلب المعلمين يقدمون استقالتهم ويذهبون إلى عمل آخر، سواء في المنظمات أو في أعمال حرة، يتدبرون أمرهم. الآن اليوم كنا في مديرية التربية 190 معلم مع بدء العمل الدراسي في مدينة واحدة قدموا استقالاتهم، وهناك استقالات جماعية في مدرسة واحدة. المعلم يترك ليتدبر أمر معيشته، يترك الصف مرغماً ويذهب إلى عمل آخر، أو يعمل عملا إضافيا بعد دوامه ليتدبر أمر قوت أطفاله وعياله. يعني تحدث لنا في كثير من الحلقات السابقة أستاذ عمر بعض المدرسين، قالوا نحن اليوم قبل المال قبل كل شيء نحن نريد
كرامة، نحن نحتاج لأن ينظر لنا كمدرسين. نعم. نعطي مناهج. ليس مدرس وبعد وبعد العملية التعليمية يذهب ليعمل عمل آخر في محل سماني أو غيره. هناك مقولة وعبارة رفعها أحد المعلمين في الوقفات الاحتجاجية، معلم بلا كرامة جيل بلا انتماء. فعندما نعلي من قدر المعلم ونرفع من قدره ونعطيه حقوقه كاملة، بالتأكيد المعلم سوف يعطي أكثر ويبني أكثر ويكون عمله يعني منتجا أكثر. يعني سيد عمر، ذكرت أنه اليوم المعلمين قد يقدموا استقالاتهم أو الكثير منهم بدأوا أصلا بتقديم هذه الاستقالات، ما خطورة هذا الموضوع على العملية التعليمية؟ يعني عندما لا يوجد مدرسين، هذا الأمر يؤدي إلى نقص المدرسين في المدارس، ونعاني كثيرا من هذا الأمر. ولكن نحن الآن قمنا بالإضراب لخطورة الوضع، وكارثيته وسوء مستوى التعليم وتراجعه بشكل واضح وملحوظ. نحن تداركا لهذا الأمر قمنا بالأضراب عن التعليم، علنا نستدرك ما يمكن استدراكه لتصحيح المسار ودعم قطاع التعليم بشكل أفضل ليستقيم الأمر في المستقبل إن شاء الله تعالى. نتمنى ذلك. فالمعلم أيضا هنا يعطي 30 ساعة. هذا جهد إضافي، يعني جهد إضافي عليه. نعم. دون وجود عمل إضافي. نعم. أو ساعات إضافية. ابقى معنا. ابقى يعني معنا أستاذ عمر. محمد نور، بالنسبة للإضراب الذي ما زال مستمرا، هل التزم جميع المدرسين بهذا الإضراب؟ ويعني حسب ما عمين حكى أنه لوين ممكن توصل الأمور؟ نعم أيهم، يعني بالفعل بعض المعلمين في مدينة الباب وأجزاء القداسين بالأخص هذه المدن، هنالك إجماع من قبل المعلمين على تنفيذ هذا الإضراب والاستمرار به ريثما تحقيق مطالب المعلمين. بعض المدارس أيضا في الريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي، مدينة مارع، يوجد العديد من المدارس أيضا أوقفت الدوام أو علقت الدوام في مدينة عزاز. طبعا هي احتجاجات بدأت من مدينة الباب وبزاعة وانتشرت حتى تصل الآن إلى ريف عموم ريف حلب الشمالي والشرقي. طبعا المعلمون مستمرون مطالبهم كما ذكر الأستاذ عمر، رفع الرواتب، رفع السوية التعليمية التي هي بحاجة صراحة إلى إعادة هيكلة من جديد. يعني هنالك عدة مواقف، يتحدث الأستاذ عمر عن موقف كرامة المعلم. هنا أود في جزئية بسيطة كنت حاضر أو شاهد عليها، أحد الطلاب من في المرحلة الإعدادية قال سأذهب وأغسل السيارة عند أستاذي. يعني المعلم يضطر إلى العمل في مغاسل، في مهن ورشات أخرى صراحة لا تليق في مكانة المعلم. إن كان الطالب يتحدث الآن محزن، يعني محمد أنه الطالب اليوم مشكلة أن يرى معلمه أمامه كيف، ونحن نعلم كم تعلق الأطفال بهذه الفئات العمرية بمعلميهم. يعني اليوم هذه نقطة، ننتقل إلى الموضوع الاجتماعي أيضا والتأثير الاجتماعي على هذا الإضراب وهذا الامتناع عن التدريس لهؤلاء الطلاب. طب محمد، كنت تحدثت أنا والأستاذ عمر قبل قليل عن السلطات الموجودة في المنطقة، المجالس المحلية، الحكومة المؤقتة، لا يوجد أي جواب، لا يوجد أي حتى تعليق على هذه الحالة، وكأن الموضوع لا يهم أو ليس بالحسبان، أو لأنهم قبل سنوات قاموا بنفس الإضراب ولم يشهدوا أي تحول فعاد الأساتذة للمدارس. هل فعلا اليوم يعولون على الوقت أنه في حال مضي الوقت لا يوجد أي سبيل للأساتذة سوى العودة إلى المدارس؟ يرى نقطة مهمة جدا، يعني من سيسمع صوت المعلمين؟ يعني إن كنا نتحدث عن مديرية، نفترض مدينة عزاز أو مديرية الباب، بالأساس مدير التربية لا يمتلك القرار ولا يمتلك أي شيء صراحة. هذا واقع نشاهده ويعلمه الأستاذ عمر والكثيرون. يعني كانت الاحتجاجات أمام مدير التربية عزاز ولم يستطع مدير التربية الخروج لأنه لا يستطيع تقديم الوعود لهم صراحة. يعني هذه الجزئية
هيكلية التعليم. العملية التعليمية في شمال غرب سوريا بإعادة هيكلة من جديد. اليوم المكاتب المحلية هي التي تشرف على العملية التربوية، وهنالك حكومة مؤقتة ووزارة التعليم لا تمتلك صراحة القرار ولا تمتلك الصلاحيات في الملف التعليم ككل في ريف حلب الشمالي والشرقي. اليوم استمرار المعلمون لعلها تصل إلى مديريات التربية التركية، يعني استمرار يعني تعليق دوامهم في المدارس لعلها تصل أجزاؤها إلى مديريات التربية التركية التي تتبع لها مديريات التربية هنا في ريف حلب الشمالي لصانعي القرار أو للذين بإمكانهم أن يتخذوا القرار لتلبية مطالب المعلمين. يراهنونهم على الوقت، وصراحة الكل دعم للمعلمين في المنطقة، يعني الأهالي هم داعمين للمعلمين لأنهم على يقين بأن 700 ليرة تركية لا تكفي فعليا المعلم، إضافة إلى يشاهدون أطفالهم بدون كتب مدرسية، هذه نقطة أخرى. النقطة الإضافية 50 طالب في شعبة صفية، كيف للمعلم أن يستطيع إيصال معلومة إلى 50 طالب في شعبة صفية واحدة؟ طبعا مطالب عدة للمعلمين، معظم الأهالي يرونها محقة هنا في ريف حلب الشمالي والشرقي، ولعل أن تكون هنالك استجابة سريعة من مديريات التربية التركية. نعم، بنفس السياق أعلن عدد كبير من المعلمين في كل من الباب وقباسين وعزاز وصوران في ريف حلب الشمالي عن إضراب عام يشمل تعليق الدوام في المدارس التابعة لمديريات التربية، وذلك احتجاجا على الوضع المعيشي السيء وانخفاض مرتبات المعلمين. لم تلقى مطالب المعلمين في مدينة الباب آذانا مصغية حتى الآن. المطالب القديمة ذاتها تتجدد مرة أخرى، والتي تتجلى بتحسين المستوى المعيشي للمعلمين الذين يصفونه أنه وصل إلى مرحلة تكاد لا تطاق. تشهد المدينة اليوم إضرابا شاملا لغالبية المعلمين في المدارس التي تتبع لمديرية التربية احتجاجاً على سوء الأوضاع. أجور المعلمين زهيدة جداً جداً، لا يتناسب مع الوضع المعيشي في المحرر نتيجة الصعوبات، وخصوصاً في جائحة كورونا التي يعاني منها المحرر بشكل كبير جداً، وأيضاً يوجد نقص في الكوادر التعليمية والكتب المدرسية وأمور أخرى إن شاء الله، ولكن الهدف الاستراتيجي اليوم في الإضراب هو التحقيق المستوى المعيشي للمعلم بما يتناسب مع الوضع الحالي. يرى كثير من المعلمين أن المستوى التعليمي بدأ يتراجع إلى حد كبير. هذا التراجع لم يبنى فقط على انخفاض مرتبات المعلمين، بل كان لعوامل أخرى أثر واضح على انحدار العملية التعليمية وهشاشتها على حد وصفهم. أبرز مطالب هي تحسين الوضع التعليمي بشكل عام بكافة الجوانب، المعيشي للمعلم والتعليمي للتلاميذ والطلاب، من تأمين كافة المستلزمات للنهوض بعملية تعليمية إلى أعلى وأرفع المستويات إن شاء الله. نحن كادر مدرسة الأقصى نعلن تضامننا مع بقية. معلمون آخرون في ريف حلب أعلنوا تضامنهم الكامل مع معلمي مدينة الباب، لاعتبارهم أن الهم مشترك وتحقيق جميع المطالب هو ما يجمعهم للنهوض بالعملية التعليمية على مستوى جميع المدارس في ريف حلب. همام الزين، تلفزيون سوريا، مدينة الباب. خرج عدد من معلمي مدينة عزاز أمام مديرية التربية بوقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة رواتب المعلمين الشهرية، وقد علق المعلمون دوامهم اليوم في عدة مديريات بريف حلب الشمالي حتى تحقيق مطالبهم. نتابع. اليوم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية في مدينة عزاز للمطالبة بزيادة المنحة، بزيادة الراتب، بزيادة الأجور، بتحسين الوضع المعيشي للمعلم. نحن متطوعين صحيح، نحن عم ندرس أبنائنا صحيح، ولكن من الحق من الطبيعي ومن الحق الطبيعي للمعلم أن يتأمل له حياة كريمة، يعيش هذا المعلم بحياة كريمة ليبني جيل كريم. هون جنبنا تركيا 5 كيلومتر كلز عم ياخذوا 3000 و4000 و5000 وما عم تكفيهم، طيب نحن شلون 700 بدها تكفينا ونتعامل بالعمله التركيه؟ ما بتكفي، فلذلك من الواجب عليهم ينظروا نظره جيده للتعليم وللمبالغ اللي عم يعطوها.
طبعا نحن المعلمون نطالب بتحسين الوضع المعاشي للمعلمين بسبب يعني طبعا حاجة ملحة بهذا الأمر، وطبعا نحن نتمنى من هذا الأمر أن يعجل ويسرع فيه، وجزاكم الله كل خير. اليوم الدخل لا يتجاوز 70 دولار ولا يتناسب قطعا مع الظروف المعيشية الصعبة، يعني اليوم بالنسبة للأجارات، الأجارات لا يوجد أقل من 50 دولار أجار منزل، أيضا مثلا أبسط شيء سعر جارة الغاز يعني اليوم 100-110 ليرة تركي، الغلاء في يعني في جميع ظروف المعيشة يعني، وهذا متضح للجميع، يعني المعلم مرهق متعب جسديا بدنيا نفسيا. أستاذ عمر، يعني رسالتك عبر تلفزيون سوريا بعد ما شاهدناه؟ رسالتي لجميع المعلمين إن شاء الله تعالى سوف نستمر في تعليم أبنائنا، الطلاب هم طلابنا والمدارس هي مدارسنا، ولكن من خلال الأضراب والاحتجاجات التي يمثلها المعلمون في مختلف المناطق من عفرين إلى عزاز إلى الباب، هذه رسالة نريد أن نوصلها للمجتمع كافة وللداعمين بشكل خاص، بأن كفاكم تهميشا للتعليم، كفاكم متاجرة بأطفالنا ومستقبل أبنائنا. نحن كما قلنا نسعى جاهدين لتأمين حياة أفضل لأبنائنا، ولكن التعليم يهمنا ومستقبل أبنائنا يهمنا أيضا. طيب سيد عمر، هل تصرون اليوم بهذا الموقف، على موقفكم اليوم، في حال كان هناك أي خرق وعاد بعض الأساتذة للمدارس ماذا سيحصل؟ يعني كل هذا الاحتجاجات ولا يوجد أي صدى عند الجهات المعنية؟ نعم، المعلمون كلهم إن شاء الله تعالى يد واحدة متضامنون مع بعضهم لتحقيق مطالبهم. أوصلنا رسالة للجانب التركي المشرف على العملية التعليمية والمشرف على المنح المقدمة للمعلمين، أو من خلال مديريات التربية في مدن الشمال السوري، وننتظر ردودهم. إن لم يستجيبوا لمطالبنا إن شاء الله تعالى سوف نستمر في الأضراب. يعني الاستمرار إذن هو الحل الوحيد، حققوا هذه المطالب. الحل الوحيد الآن هو الانتظار والاستمرار وثباتكم على هذا الموقف. أمامنا أعطيناهم مهلة زمنية في منطقة عزاز، أعطينا الطرف الآخر مهلة زمنية تنتهي يوم الخميس. إذا لم يعطونا قرار مكتوب بالزيادة فمستمرون بالأضراب. نتمنى نعم نتمنى أستاذ عمر أنت وكل المدرسين الموجودين في مناطقكم أنه فعلا تحصلوا على حقوقكم، وهذه الزيادة يعني هي زيادة محقة وعادلة لكم، ونحن رح نبقى نتابع هذا الموضوع وآخر التطورات. نشكرك أستاذ عمر ليلى مدرس في ريف حلب الشمالي، كنت معنا من عزاز، ومحمد نور مراسلنا من عزاز، شكرا لكما. شاهدينا فاصل قصير ونعود.